نبدأ موعدنا بآخر التطورات الإخبارية ينقلها لنا الزميل إشحادي عازم، محرر في موقع بنت وصحيفة بانوراما. تحياتي. أهلا بك معاد، مساء الخير لك ولكل المشاهدين والمشاهدات وضيوفك في الاستوديو. شكرا لك على التحية مرة أخرى. نبدأ حديثنا بتلخيص أهم الأخبار بالأزمات داخل الحكومة. هل في وما هي آخر التطورات بشأن صمود أو تفكك الائتلاف؟ نعم معاد، يعني أنت كل أسبوع يعني هكذا نتحدث ولو لخمس أو عشر دقائق، نتحدث عن أهم الأخبار التي ترافقنا سواء على مستوى محلي أو مستوى إقليمي أو عالمي، ولكن في الأسابيع الأخيرة أنت تلاحظين بأننا نبدأ تلخيص أهم أحداث الأسبوع وعلى الأقل أهم ما ينتظرنا من أحداث في الأيام القريبة هو قضية الأزمات في الائتلاف الحكومي. هذه الأزمات التي لا تتوقف، ولكن يعني هذا الأسبوع يعني بالذات مع نهاية هذا الأسبوع نحن نتابع عن كثب ما يجري داخل الائتلاف الحكومي وتحديدا ما يجري داخل حزب يمينة، هذا الحزب الذي شهد انشقاقا مدويا بانسحاب عديد سيلمان قبل عدة أسابيع وهي التي أشغلت رئاسة رئيسة الائتلاف الحكومي. الآن هناك أنباء متضاربة حول أن عضو الكنيسة نيل أورباخ، الشخص الذي كان مقربا لسنوات طويلة من نفتالي بنيت، على ما يبدو بأنه وصلت الأمور إلى حدها كما يقال. نيل أورباخ هناك من يتحدث بأنه وضع يعني مهلة لرئيس الحكومة بنت وقال له إن لم يتم التغلب على قضية لا أريد أن نسميه انسحاب مازن غنايم من الائتلاف الحكومي، ولكن على الأقل يعني التغير في توجه مازن غنايم في التصويت الذي كان جليا حول قضية فرض بنود قانون الطوارئ وإحالة القانون بنود في القانون الجنائي على المواطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة عام 67. نيل أورباخ كما تذكر مصادر إعلامية حذر نفتالي بنت وقال له إن لم تحل هذه القضية خلال يعني أيام وليس أسابيع فإنه سيكون مضطرا للخروج من الائتلاف. ليس هناك تأكيد على مثل هذا مثل هذه المهلة، ولكن لا أحد يعني ينفي ذلك بشكل علني. على ما يبدو معاد بأنه مازن غنايم لن يعود ليصوت إلى جانب الائتلاف الحكومي، وهذا قاله بعظمة لسانه لنا أيضا في قناة هلا، وكان أول تصريح يقول فيه بأنه أصلا لن يستقيل، لأنه كانت طوال الوقت توجه مازن غنايم في الحديث مع وسائل الإعلام بأنه إذا طلبت قيادة القائمة العربية الموحدة وتحديدا رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس منه الاستقالة فإنه سيفعل. ولكن بشكل شخصي فاجأني نحن هنا في قناة هلا في موقع بنت حينما تحدثنا معه نهار قبل ظهر يوم الأربعاء الأخير، هناك تغيير في لهجة مازن غنايم والذي يقول أنا جلبت عشرات الآلاف من الأصوات للقائمة الموحدة وفقط هؤلاء عشرات الآلاف يمكنهم أن يطلبوا مني الاستقالة. نعم. الآن هناك من يحاول في الموحدة تهميش أو تقليل هذه الأزمة، الدكتور القيادي في القائمة الموحدة ياد عامر تحدث أمس في برنامج هذا اليوم وهو يقول بأنه تصويت مازن غنايم بشكل مغاير عن نواب الموحدة الذين امتنعوا عن التصويت كان يعني في إطار اتفاق بين النواب الموحدة، ولكن ميعاد التصريحات التي أدلى بها مازن غنايم لنا تشير إلى أنه هذا لم يكن ضمن الاتفاق وأن هناك تغيير في نهج مازن غنايم الذي يعني طوال الوقت يقول كان يقول بأن ملتزمون، ولكن أيضا لك قال ذلك قبل أسابيع. نعم. بأنه أحيانا مضطر للتصويت ضد يعني ما يؤمن به وضد ضميره أو ضد مبادئه، ولكن هو اليوم يقول كفى. هذا الحدث الأخير ميعاد، وأيضا المصادقة في الكنيسة على قضية رفع أجر الحد الأدنى هذا لم يكن أمرا عابرا بعكس موقف الائتلاف الحكومي، هذا يقول بأن الائتلاف الحكومي على ما يبدو قد وصل إلى خط النهاية، ولكن يعني أنت تعلمين في إسرائيل كما في إسرائيل لا يمكن الجزم بشيء حتى يحدث. نعم، نحن سنتابع دائما وأيضا الساحة السياسية لموضوع آخر، ماذا عن الكورونا؟ هل عادت من جديد؟ نعم طلع ميعاد، يؤسفنا بأن الكورونا تأخذ الآن يعني عناوين في يعني في عناوين نشرات الأخبار، ولكن ما يطمئننا هو أنه بأنه على ما يبدو بأن الكورونا مثلها مثل أوبئة أخرى مرت على البشرية وعلى الناس، يعني كانت في البداية هي التي تهيمن وتقتل وتؤدي إلى حالات وفيات، ولكن الآن رغم ارتفاع أعداد الإصابات وزير الصحة نيتسان هورفيتس الذي أصيب أيضا هو في الكورونا، على فكرة ميعاد هناك عدد من أعضاء الكنيسة المصابين في الكورونا وموجودين في الحجر الصحي من بينهم وزير الصحة،
نعم يعني يقول قبل قليل من 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 حجر الصحة إن صح التعبير بأنه لا يجوز الحديث عن الكورونا الآن بصيغة موجات. يعني هناك من يحلو له بالحديث أننا دخلنا الموجة السادسة، على فكرة هذا التوجه موجود لدى اللجنة التي تتابع الأرقام في وزارة الصحة والتي يرأسها مسؤول ملف الكورونا البروفيسور سلمان زركا. هنالك اتجاه بينهم نحن نحذر من موجة أو سندخل في موجة أو دخلنا في موجة، لكن وزير الصحة يقول بأن يجب الكف عن الحديث عن موجات الكورونا. ويقول رغم أنه تم أمس تسجيل 5863 إصابة جديدة بالكورونا إلا أن هناك انخفاضا بأعداد المرضى الذين يتبعون في المستشفيات بسبب الكورونا. ونحن نعلم ميعاد والجمهور يعلم، يعني وصلنا خبراء في الكورونا بأنه من يتبعون للعلاج في المستشفيات بالكورونا عادة يعني ليس فقط بسبب الكورونا وإنما بسبب أمراض أخرى، فقط من أجل أن نفهم ما الذي يجري. معامل نقل العدوى الذي يرمز له بالحرف R وهو الذي يشير إلى انتشار الكورونا أو تراجعها بلغ اليوم 1.39، هذا يشير إلى انتشار نوعا ما كبير، ولكن كما قلنا بفضل الله وبحمد الله الأعداد بالمرضى بحالة خطيرة أصل في تراجع، ولا يعول أو لا ينتظر أن تعلن وزارة الصحة على الأقل في المدى المنظور عن أي تقييدات سوى أنها توصي وليس إلزام بوضع الكمامات خاصة للجمهور كبار السن في الأماكن المغلقة. نعم، نتحدث عن حالة الطقس، الأجواء حارة والكثيرون يقصدون الشواطئ للاستجمام في هذا الحر الشديد. نعم ميعاد، أنت تلحظين وأنه في الأيام الأخيرة يعني هكذا بدأنا ندخل في أجواء الصيف، ولكن دائرة الأرصاد الجوية اليوم يعني من ساعات الصباح قالت بأنه اليوم وغدا، اليوم الجمعة وغدا السبت تسود البلاد أجواء حارة جدا وجافة. وهذا بالمناسبة يعني يدعونا نقول لمن يتواجد لأي سبب خارج البيت، خارج مكان مظلل أو خارج مكان مكيف، الرجاء التزود بقبعة وبماء وبواقي للشمس قدر المستطاع. طبعا ميعاد الكثير كما ذكرت سيخرجون إلى الشواطئ، الآن الشواطئ مكتظة. أصلا الأسبوع الماضي كانت الأجواء ألطف من الأجواء اليوم، وتم إغلاق عدد من الشواطئ يوم السبت في بحيرة طبرية، ومتوقع أيضا أن يتكرر هذا السيناريو أيضا يوم غد. مهم جدا لمن يخرج انتبهوا في هذه الفترة الأفاعي التي خرجت من أوكارها، وانتبهوا أيضا للأطفال الصغار وخاصة عند السباحة، فقط السباحة في شواطئ مرخصة مع وجود يعني مسعفين ومع وجود خدمات إنقاذ. شكرا لك على هذا الموجز. شكرا معاد. الأوضاع السياسية